أمام، حدثنا أكثر عن الشركات المشاركة في هذا المعرض. مرحبا كاترين، في الغالب والنسبة الأكبر من المشاركين ضمن هذا المعرض يعني ستكون للصناعيين السوريين والتجار السوريين الموجودين في هذه المنطقة، يعني في محاولة من اتحاد غرف التجارة والصناعة للترويج للمنتج السوري الذي يصنع محليا في هذه المنطقة، وخصوصا أن هذه المنطقة كاترين يعني شهدت بناء عدة مدن صناعية سواء في الباب أو حتى إعزاز ومارع وعدة مناطق أخرى من ريفي حلب الشمالي والشرقي، وهذه المدن الصناعية يعني تنتج العديد من المواد، فهذا المعرض يعني نوعا ما سيكون يعني هو المكان الافضل لعرض هذه المنتجات في حال يعني كان هناك زوار، عدد كبير من الزوار سواء من الداخل السوري او حتى من خارج سوريا ومن المستثمرين الاتراك الذين قالوا اتحاد غرف التجاره والصناعه انهم سيحضروا لهذا المعرض. طبعا تعول غرف التجاره والصناعه في هذه المنطقه بالاضافه للحكومه السوريه المؤقته على هذا المعرض، وانه سيكون يعني نوعا ما سيحدث نوعا ما يعني نهضه في الواقع الاقتصادي المتردي اصلا يعني في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمات التي تمر بها المنطقة وأيضا انتشار البطالة إلى حد كبير. هذا المعرض سيكون يعني نوعا ما مشابها للمعرض الذي شهدناه في كانون الثاني من العام الجاري الذي يعني أيضا كانت قائمة عليه الحكومة السورية المؤقتة في مدينة الراعي. طبعا هذا المعرض كاترين سيبدأ في 26 من آب أغسطس الحالي وسيستمر حتى 30 من أغسطس، ويعني يتوقع القائمون على هذا المعرض أن يكون يعني هناك عدد كبير من الزوار. نعم، همام تحدثت عن يعني منتجات مصنوعة محليا، مثل ماذا؟ نعم كاترين، هناك منتجات غذائية، هناك منتجات صناعية أيضا يعني ستكون حاضرة ضمن هذا المعرض، وهناك منتجات أيضا تجلب يعني من تركيا المواد الأولية وتصنع هنا يعني هنا في هذه المنطقة. شاهدت وأعددنا عدة تقارير عن هذا الأمر، هناك مصانع كاملة يعني تنتج بشكل كامل، خطوط إنتاج كاملة أيضا تنتج هنا في مدينة الباب وأيضا في مناطق أخرى، معامل صناعة الحديد وما إلى هنالك يعني من الأمور المتعلقة في الصناعات التي يعني تشهدها هذه المنطقة. فهذا الأمر يعني نوعا ما سيساهم في الترويج لهذه المنتجات، سيساهم في تحسين دخل المنتجين وأيضا زيادة فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل في هذه المنطقة. يعني عندما تشهد المنطقة نوعا ما حالة تحسن في الوضع الاقتصادي، فبالتالي سيكون هناك توفير لفرص عمل أكبر للشبان. والحكومة السورية المؤقتة قالت يعني خلال الفترة السابقة أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2024، وهذا الأمر يعني مؤشر خطير. فهذه المحاولات التي تقوم بها الحكومة السورية المؤقتة واتحاد غرف التجارة والصناعة هي محاولات يعني يأملون أن تكون ناجحة وتحسن نوعا ما من البيئة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، ويقوم بجذب المستثمرين إلى هذه المنطقة. طبعا الأمر ليس بالأمر الهين على القائمين بهذا العمل، لأن المنطقة يعني نوعا ما تشهد توترات كبيرة كاترين في الآونة الأخيرة، ونتحدث هنا على الصعيد الأمني، فهذا الأمر يعني نوعا ما يؤرق المستثمر أو يجعله يعني غير متحمس للمشاركة أو الاستثمار في هذه المنطقة. فهذه المشاريع وهذه المعارض وربما نشهد معارض أخرى في الفترة القادمة نوعا ما ستحسن من هذا الوضع ويعني تؤمن بيئة أفضل، بيئة استثمارية، بيئة اقتصادية أفضل للمستثمرين. نعم، تحدثت عن التوترات الأمنية التي تعيشها مدينة الباب، إذن كيف من الممكن إقناع المستثمرين من خلال هذا المعرض بالقدوم إلى الباب أو بالاستثمار فيها؟ نعم كاترين، عندما نتحدث عن الأوضاع الأمنية أو الأوضاع الاقتصادية يمكن تطبيقها على جميع المناطق الموجودة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ولكن بما أننا نتحدث أن هذا المعرض ستكون يعني سيكون مكان إقامته هي مدينة الباب، فنتحدث هنا عن مدينة الباب، ولكن الوضع مشابه في كل المناطق. الأمر الذي تعمل عليه الحكومة المؤقتة واتحاد غرف التجارة والصناعة تقديم التسهيلات بشكل كامل يعني لجميع المستثمرين من إقامة الجولات التي يعني يرغب بها المستثمر في هذه المنطقة، وهذا ما جرى في الفترة السابقة، تسهيل نوعا ما استثمار الأراضي داخل المدينة الصناعية، تقديم كل التسهيلات المتعلقة بموضوع الاستثمار والصناعة وإنشاء المصانع في هذا الأمر، يعني هذا ما
تقدر عليه الحكومة المؤقتة في الفترة الحالية، بالإضافة يعني لمراعاة الوضع الأمني والتسهيلات الأمنية للمستثمرين في هذه المنطقة. ولكن يعني إقامة هكذا نوع من المعارض كاترين يعني نوعا ما يحمس المستثمر، يحمس الزوار حتى للقدوم إلى هذه المعارض. فعندما نشهد يعني حالة متكررة من إقامة المعارض، فبكل تأكيد يعني هذا الأمر سيخلق نوعا ما جو من الثقة لدى المستثمر في حال يعني أراد الاستثمار في هذه المنطقة، إنشاء المشاريع، توفير فرص العمل، النهوض الواقع الاقتصادي في هذه المنطقة بشكل عام. مراسلنا همام الزين كنت معنا من الباب، شكرا جزيلا لك.